رمضان أيامات قليلة تفصلنا على شهر المبارك اللي باش يكون إن شاء الله نهار اثنين ولا نهار ثلاثة. نحكي على حديث قدسي يعرفوه جل الناس تقريبا، ولكن مهم أن نأخذ فيه ونفهموا معنى هذا الحديث. حديث قدسي يقول فيه رب العزة: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. شيخ، الله يبارك فيك خوي الغالي. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتي وأستعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين. الحديث القدسي الجليل الصحيح هذا اللي قريته خوي رفيق، أنا أعتبره من أعجب الأحاديث القدسية، من أصحها ومن أعجبها. وباش نقول لك علاش هو من أعجب الأحاديث القدسية، نعود نقرأ. قال تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نجم أنا نقسم الأربعة أجزاء لحديث هذا. كل عمل ابن آدم له واحد، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هنا أريد أن أطرح العديد من التساؤلات اللي من خلالها نفهم اللي الحديث هذا من أعجب الأحاديث القدسية، والأكيد أن العجب يترتب عليه عجب من حيث الأجر والثواب. كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له أخوي رفيق، ونحن نعلم يقينا أن كل الأعمال هي لله سبحانه وتعالى. نصلي والربي، نصلي والربي، نصوم والربي، نحج والربي، كل الأعمال الصالحة. والأخطر من هذا أنه إذا أشركت في عملي هذا العمل الصالح غير ربي سبحانه وتعالى فلن يقبل. فمن شروط قبول العمل الصالح أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، لا أبتغي به إلا وجه الله. ولكن العجيب أن الله تعالى قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. علش إفكتب ما هبش نقوله نحن. قال تبارك وتعالى: إلا الصوم. إلا الصوم يعني الصلاة كما قلت هي لله، والصيام والزكاة والحج، والحج فإنه لي. والسؤال الثاني نحب نطرحه: وهل يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى صومنا وهو الغني سبحانه وتعالى؟ ونحن ندرك ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن الله تعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. ولو أن الخلق جميعا كلهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، والله ما زاد ذلك في ملك الله تعالى شيئا. ولو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد، يعني كلهم فجار، والله ما نقص ذلك من ملك الله تعالى شيئا. إذن ما المقصود من قول الله تعالى فإنه لي، ونحن ندرك أن الله تعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سؤال آخر يطرح، قال وأنا أجزي به، ما هو من الذي يجزي عن الصلاة؟ ومن الذي يجزي عن الزكاة؟ ومن الذي يجزي عن الحج؟ من الذي يجزي عن كل القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ الله رب العالمين، الله عز وجل. ومع ذلك يخص الله سبحانه وتعالى الصوم تخصيصا واضحا من دون بقية الأعمال. قال فإنه لي وأنا أجزي به. وهنا يكمن وتظهر قيمة هذا العمل والعجب اللي موجود في هذا الحديث القدسي. طبعا لسنا أهلا لتفسير هذه الأحاديث القدسية، ولكن بالنظر إلى ما وقف عليه أهل العلم، ابن الحجر العسقلاني وقت اللي وقف على الحديث هذا وحب يشرحه، وهو الذي شرح صحيح البخاري، عنده كتاب عظيم كبير اسمه فتح الباري في شرح صحيح البخاري. وقت اللي وقف على الحديث هذا خرج 11 مسألة، 11 تفسير، 11 دليل يدل على أن الله عز وجل حين تكلم بهذا الكلام ليس من باب الصدفة. أو إيش قال باختصار شديد ونقول أعظم ما قال؟ قال لأن الصوم هي العبادة الوحيدة التي لا يمكن أبدا أن يدخلها الرياء من أي باب كان. الصوم وقت اللي قال ربي فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصوم هو العبادة الوحيدة اللي ما ينجمش الإنسان يرائي بها.
وعلى فكرة وقت اللي تحدث ربي سبحانه وتعالى على الصوم في هذا الحديث القدسي الجليل الصحيح راه ما تحدثش على الصوم فيما يتعلق برمضان، تحدث عن الصوم بصفة عامة. يعني نجم حتى النوافل معنى، حتى النوافل يعني العبادة الوحيدة اللي غير ظاهرة والعبادة الخفية التي يمكن للعبد أن يخفيها ثم يتجول بين الناس، قد تكون صائما مثلا، أنت تو مثلا قد تكون صائما وأنا لا أدري. أما إذا صلى الإنسان صلى ظاهر يصلي، حتى وإن اختفى في بيته ربما تراه زوجته، حتى إذا زكى وقدم القربات حتى إن لم يره أحد ربما رآه ذلك الذي أخذ المال. فالعبادة الخفية الوحيدة التي لا يمكن أبدا أن يدخلها الرياء من أي باب كان هي عبادة الصوم، هذه الأولى. والأجمل من ذلك كما قال ابن الحجر العسقلاني، العبادة الوحيدة التي لم يشرك بها غير الله. كيفاش ترى؟ الصلاة هناك من سجد لغير الله، الحج هناك من طاف بقبر وطاف بغير بيت الله تعالى، الزكاة والصدقات هناك ملوك كانت تجبى لهم الأموال وتقدم لهم الأموال، إلا الصوم تاريخيا منذ أن خلق الله تعالى السماوات والأرض لم يثبت تاريخيا أن الصوم أو هناك رجل صام لرجل، تاريخيا ما فماش، حتى قبل الإسلام ما فماش إنسان صام لإنسان، ما فماش إنسان صام لصنم. فالصوم حين قال تبارك وتعالى فإنه لي ليس من باب الصدفة. والعجيب أخي رفيق أن الله تعالى قال إلا الصوم، إلا الصوم. وهنا أستحضر الآية المباركة التي فرض الله سبحانه وتعالى فيها الصيام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إش قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هنا قال الصيام في آية مباركة، وفي الحديث القدسي قال إلا الصوم. فما الفرق بين الصيام والصوم؟ هذا اللي باش نحكيه فيه بعد الفاصل. صباح الخير تونس، أبدأ صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخذ دوزة الكافيين اللي تعطيك الانرجي معايا أنا إيمان ساكوحي من الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح. ديوانا فام صوتكم. الصباح هو رفماك ورفماك هو الصباح. رفماك رفماك من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 ونص. خلي صباحك كول، خلي صباحك رفماك. ضحكة كبيرة وطلع عمركم وطي مخا بارو موسيقى ودمار واش قالوا الستار. تسمعوا الرفماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق. 29 دقيقة نحكيو مع الشيخ سيف الدين الكوكي على شهر رمضان المعظم. بدينا حديثنا بالحديث القدسي اللي يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والحديث هزنا لسياق الآية اللي تقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الفرق بين الصوم والصيام، فما فرق أكيد ربي يستعمل مصطلحات والفاظ كل لفظ عنده المعنى متاعه، شو الفرق؟ أي نعم، أنا الساعة بداية نقول من رحمة الله تعالى، من رحمة الله تعالى ومن حكمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يفرض علينا الصوم بل فرض علينا الصيام، لأن الصيام أدنى درجات الصوم، أقل فرض علينا أقل ما يمكن أنك تتعامل مع رمضان على الأقل صيام مش صوم. لأنه لا قدر الله لو فرض، وهو العالم بعباده سبحانه، لو فرض الله تعالى علينا الصوم ربما لن يقبل الله تعالى منا لا صرفا ولا عدلا، ولكنه قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. نجاوبك على سؤالك ما الفرق بين الصيام والصوم بالتحديد. الصيام
كما قلت أدنى درجات التعامل. وقال ابن الحجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرحه لهذا الحديث القدسي حين وقف على لفظ الصوم، تعرض إلى المسألة التي تتعلق بين الصوم والصيام، ولماذا قال الله تعالى هنا صياما وهنا قال صوما. قال أن الله تعالى قد جعل صوم أو صيام العباد بصفة عامة إلى أربعة أنواع. النوع الأول ألا وهو الصيام العوام، عامة الناس، أدنى درجات التعامل، صيام العوام. العوام يعني نجم أنا وأنا ونحكي على روحي، على الأقل أنا أدنى درجات التعامل هو الانقطاع عن الأكل والشرب، عن الطعام والشراب والجماع، هذا صيام العوام. فما الدرجة الثانية؟ صيام خواص العوام. صيام خواص العوام هي الانقطاع عن الطعام والشراب والجماع وقول أو قول الزور أو القول الذي لا يحبه ولا يرضاه الله سبحانه وتعالى، هذا صيام خواص العوام. صيام الدرجة الثالثة صيام الخواص، الانقطاع عن الطعام والشراب والجماع وشهادات الزور قولا وفعلا، الأخرى قولا وهذه فعلا. والدرجة العالية هي الانقطاع عن الطعام، اسمها صيام خواص الخواص، وهي درجة لا يمكن أن يصلها إلا الأنبياء والرسل، وهي صيام عن الطعام والشراب والجماع وما لا يحبه الله تعالى قولا وفعلا، وصيام عن غير الله سبحانه. شو معنى صيام عن غير الله؟ يعني تراه يصوم مثلا، على سبيل المثال مثلا، وهي درجة مرتفعة جدا، تراه في يوم رمضان بمجرد حتى المباحات العادية التي ربما قد تجعل الإيمان يختل. مثلا نعطيك مثال، مثلا نجم نحكي كورة، تو مثلا تفرجت ماتش البارح، اي تفرجت مثال محلى كذا نحكي به، تراه هذا الرجل الصائم الدرجة الرابعة خواص الخواص، تراه إذا حدثته في يوم رمضان عن المباحات العادية التي نتحدث، قل لك من فضلك لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع، فأنا في حالة صوم. هو الصائم صياما كما نصوم نحن، ولكن تراه في حالة صوم.